بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، خير جيل بعد الأنبياء من آمنوا برسول الله وصدقوه عليه أفضل الصلاة والسلام. لهم قصص خطت من نور في تاريخ الإسلام بغزواتهم وفتوحاتهم وحتى حيواتهم العادية، لم تمرر لنا جيلا بعد جيل للتعمق في تفاصيل جانبية ليس لنا أن نعتبر منها، لكن حتى نتعلم منهم مكارم الأخلاق ونقتدي بهم كونهم صحابة الرسول وتلامذته. في حلقة اليوم نسرد شيئا من المواقف التي تدل على عظم إيمان صحابة رسول الله بعنوان عبر فاعتبر. لنبدأ بأول موقف مع الصديق أبا بكر الذي هاجر مع النبي في الأسحار، وكان معه ثاني اثنين إذ هما في الغار، الضعيف عنده قوي حتى يأخذ الحق له، والقوي ضعيف عنده حتى يأخذ الحق منه. رشق رجل أبا بكر رضي الله عنه بكلمات نابية وأمطره بوابل من الشتائم، فلم يرد رضي الله عنه على الرجل شيئا مما يقذف لسانه، ولاذ الصديق بالصمت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا لجوار أبي بكر رضي الله عنه ويبتسم معجبا بصمته، فلما أكثر الرجل من سكب الشتائم والسباب انفلت أبو بكر رضي الله عنه وخرج عن صمته ورد على الرجل بعد قوله، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقام منصرفا. شعر أبو بكر رضي الله عنه بغضب النبي عليه الصلاة والسلام فلحقه وقال له، يا رسول الله، كان يشتمني وأنت جالس، فلما رددت عليه بعد قوله غضبت وقمت؟ فقال صلى الله عليه وسلم، إنه كان معك ملك يرد عنك، قال لك أن كان ملك يرجع له في بلاستيك. فلما رددت عليه بعد قوله وقع الشيطان، يعني كي خرجتي عن صمتك وبديتي ترجع له بنفس أسلوبه الشيطان حضر، فلم أكن لأقعد مع الشيطان. هنا نفهموا باللي رد السيء أو الشتم مش شطارة، بالعكس واحد كي يتحكم في نفسه هذا يدل على قوته، كما في الساعات القليلة قبل الإفطار نشوفوا باللي الواحد يصعب أنه يتحكم في انفعالاته ويتحجج بأنه صايم رغم أن كل صايمين، لكن أنك تتغاضى على اللي يحاول يستفزك بكلامه أو يأذيك هذا من الحلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم، يا أبا بكر، ثلاث كلهن حق، ما من عبد ظلم بمظلمة فيغض عنها لله إلا أعزه الله بها نصرة، لأنه واحد كي يظلمك صعب جدا أنك ما ترجعلوش وما تخممش في الانتقام، هذا التصرف يحتاج إيمان كبير من مظلوم به يترك الأمور لله ويوكل ربي، وكن أكيد ما كانش أذى يتسبب لك فيه إنسان على الأرض إلا والله راد لك حقك، فقط يحتاج ثقة من الله. مثلا الشجارات اللي تصرى في هذا الشهر المبارك أغلبها تافهة جدا لكنها تصل إلى القتل، لأن كل واحد يشوف أنه لازم يرجع للثاني، والقدوة عليه الصلاة والسلام أمرنا ألا نرد السيئة بسيئة مثلها، وما فتح رجل باب عطية يريد بها صلة إلا زاده الله بها كثرة، يعني ما كانش واحد يتصدق وينفق للفقراء بنية تقوية صلة رحمه أو صداقته غير ربي يزيد بها كثرة وبركة، يعني مال صدقة لا ينقص، بالعكس لا ينقص، بالعكس تزيد البركة في مالك كلما أنفقت وفي وقتك كلما تطوعت. ويتم عليه الصلاة والسلام كلامه قائلا، وما فتح باب مسألة يريد بها كثرة إلا زاده الله قلة، يعني واحد كي يسأل الناس حاجة هو مش محتاجها فقط حاب زيادة ما رح يزيد ربي كان قلة ومش رح يبارك له فيها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.